كهربا والزمالك، الغرابه بتاعت كهربا، هل في طريق لحل هذه الازمه باي شكل من الاشكال؟ هل في تفاوض بين محامي كهربا او كهربا ونادي الزمالك في الفتره الحاليه؟ طيب، محامي كهربا خلال الايام اللي فاتت قدم استئناف على قرار غرامة كهربا والعقوبه عشان يوقف تنفيذ العقوبه علشان ما يكونش في ايقاف لكهربا في الفتره المقبله. المحامي اللي بتولى القضيه مع كهربا كلم محامي نادي الزمالك وقال له ايه رايك الزمالك ياخد فلوسه كاش من غير الفايده وندفع عملكم دلوقتي بدل ما نفضل قاعدين وقت طويل جدا في المحاكم والمحكمه الرياضيه هتاخد وقت طويل جدا. فعرض الامر على مسؤولي نادي الزمالك، لو عندهم موافقه احنا ندفع الرقم وننهي القضيه. هي. طبعا هيوفروا بتاع $350,000، فده رقم بالنسبه لكهربا اللي بالمناسبه معاه فلوس الغرامه كامله في حساب في البنك، معاه الفلوس جاهزه وقت ما يحب يدفعها او خلاص هيلاقي نفسه هتعرض للايقاف هيدفعها كلها. فانا بحاول اطلع باكبر استفاده ممكنه. بيحاول يطلع باكبر استفاده ممكنه. المحامي عرض على مسؤولي نادي الزمالك، طبعا اللجنه الثلاثيه رفضت الرد وقالت لك لا مش موافقين على الكلام ده، احنا الملف كله هنسيبه للمجلس الجديد لان دي اموال عامه ما نقدرش ناخد فيها اي قرار ونخاف ناخد قرار زي ده واحنا جايين تسيير اعمال فهنتحاسب عليه. مزبوط. فبالتالي الموضوع زي ما هو متوقف مفيهوش اي حاجه جديده. منطقي. نفس السؤال يا عمرو. نفس الكلام اللي هاني قاله تقريبا، هزود حاجه بسيطه بس في نقطتين يعني في الموضوع. محامي كهربا تواصل فعلا مع محامي الزمالك، ومحامي الزمالك تواصل مع احمد ابراهيم اللي هو مدير شؤون اللاعبين اللي هو ماسك الادمن بقاله 4 سنين في موضوع القضايا. فاحمد ابراهيم بدوره نقل الموضوع للجنه الثلاثيه سواء الدكتور عماد البناني او السيد احمد فاضل وطن المدير المالي، وقال لهم الوضع 1-2-3. كهربا عارض $2 مليون كاش، وبيقول ان المحامي بيقول ان الفلوس اصلا $2 مليون دول مش جاهزين حالا، بس هو هيجهزه وقت ما هتتوافقوا هيجهزه. وهو طلب الحيثيات ووصلته. هيجي يوم 7 اكتوبر اللي هو المفروض انت عارف بيبقى الفصل فيها هاني ان كهربا يتوقف ما يتوقفش. هو نقل برضه لاداره الزمالك ان كهربا هيتحرك يعمل اللي الزمالك عمله في موضوع الاشبونه، ان هو بمثابه يجي يوم 7 ويقدم استئناف ويقدم الاستئناف خلاص. ويقدم الاستئناف ده زي ما الزمالك خد في الاشبونه. الزمالك لما جاله الايقاف بتاع الاشبونه وعمل الاستئناف الاخير الزمالك خد 6 أو 7 شهور. فبالتالي كهربا عنده احتماليه انه ما يتوقفش دلوقتي. طيب. ويقعد 6-7 شهور يلعب، فمن الافضل ان ناخد الـ2 مليون. كان القرار زي ما هاني قال ان لا مش هناخد اي قرار في الموضوع ده، مش هنناقشه اصلا لحين انتخاب مجلس اداره جديد. لحين انتخاب مجلس اداره عظيم.